خلينا نحكي هلأ عن الـ samples لما تكون dependent. هلأ الأمثلة هاي بديهية كتير لما تكون مثلا أنت بتجري اختبارات أو بتحلل في حاجة تتبع بعضها، أو في علاقة نوعا ما. بالتالي هون مثلا لو بدنا نعمل فحص للوزن او لفقدان الدم، انت اللي بتحصل فيه هون انه انت بتاخد البيانات هاي فعليا من نفس الشخص، يعني قبل وبعد، فما بتبعد كتير. بالتالي هون انت بتسمي هاي الحالة او الحالة الاحصائية اللي انت بتدرسها هون هي بسميها dependent samples، لانه في اعتماد انه انت نفس الشخص بتحاول تشوف قبل وبعد مثلا تركيز بيانات العناصر الغذائية وما بين مثلا شو فحص دم او شو فحص وزن والى ذلك. هلا من الحاجات اللي ناخدها مثلا او فينا نقول الخصائص اللي ممكن تكون في الديبندنت سامبلز في هاي الحالة، انها مثلا تكون سمول سامبل. طبعا احنا بنحاول نقول انه في عندنا نورمال ديستريبيوشن للبوبوليشن، طبعا هدول نتاكد منها حتى نقدر نطبق الجداول، والفارينس في هاي الحاله النون. خلينا نشوف كيف ممكن نبلش نحسب في هاي او نقرر هل احنا نعملها اكسبت او نعملها ريجكت. هلا في هاي الحاله لو قلنا مثلا في عندنا اوريدي مغطى قيمه السامبل مينز ستاندرد ديفيشن ستاندرد ايرور، بروح بطبق مثلا في حاله التستنج للسكور هذا، بروح بقول له الديجريز اللي هي الديفرنس ديفرنسز ما بين السامبلز الموجوده عندي بالحالتين، الديفرنسز ما بينهم ناقص الفرضيه اللي انا افترضتها او القيمه اللي انا مفروضها على الستاندرد ايرور. هلا القيمة اللي بتحصل معايا او بجيبها بروح بحصلها من خلال الجدول التي سكور او تي تيبل سوري، مع انه اوريدي احنا بنحكي عن التي سكور. فضروري نكون منتبهين انه احنا لما نتعامل مع النون فيرينس بنروح على التي تيبل، ومع النون فيرينس بنروح على الزد تيبل، وفي حالة تعاملنا مع التي تيبل حنحصل على تي سكور، في حالة تعاملنا مع الزد تيبل حنحكي عن زد سكور. هون احنا لو طلعنا قيمة التي سكور رحنا لو بحثنا عنها او قارناها في التي تيبل نقدر نحصل على اكتر قيمة مقاربة لإلهم، او انه القيمة المناسبة. هلأ بالنسبة برضو للبي فاليو في الديسيشن رول، لو احنا برضو اختبرنا البي فاليو اللي بيحصل هون احنا انه احنا حنقبل هاي الفرضية بتاعتي لو كانت البي اللي انا حصلت عليها اكبر من الفا، وحرفضها لو كانت البي بتاعتي اقل من الفا. اتفقنا انه الفا هي عبارة عن significance level مستوى الاهمية، والبي فاليو انه انا بقدر احسبها من خلال كتير سوفتوير انا ما بفضل المفروض فيها بحسابات يدوية، خاصة انه في سوفتوير اوريدي على مواقع اونلاين بتقدر تحسب لي اياها، وبرضو بتاخد بالاعتبار الحالات اللي ممكن تواجهني من البوبوليشن واحد او متعدد، انه ديبندنت ولا اندبندنت، انه في فارينس معروف ولا فارينس مو معروف. كل هذا الشيء بياخده بعين الاعتبار واحنا بنحسب في التي سكور او في الزد سكور.